عايزة بصراحة أتوقف وأتكلم كتير قوي عن بنوتة مصرية أصبحت النهاردة أسطورة أهلوية جديدة، هي حديث العالم النهاردة يعني من الصبح لحد دلوقتي بسبب مستواها الفني الرائع اللي ظهرت بيه. هي النهاردة كمان أيقونة أو أصبحت أيقونة في عالم كرة التنس، والرمز الحقيقي للعبة نقدر نقول إنها أصبحت رمز خلاص في الوقت الحالي، لأنها نجحت إنها تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عشان تكون أول لاعبة مصرية بتتأهل لأولمبيات في تاريخ اللعبة. إحنا ما عندناش أي لاعبة مصرية تأهلت إلى أي دورات أولمبية سابقة، فالنهاردة بيضاف لها هذا التاريخ إلى جانب مشاركتها لآخر نسختين من بطولة براغ المفتوحة بالتشيك، وشاركت يمكن برضو في النسخة اللي أقيمت في سبتمبر الحالي، ومن قبلها كان لها بطولة برضو في يوليو. فميار شريف النهاردة لاعبة منتخب التنس بتلفت الأنظار وأصبحت حديث الصباح والمساء في الشارع الرياضي المصري، وده أكيد بعد المستوى اللي ظهرت بيه وقدمته ببطولة رولان جاروس. طبعا هي وصلت للدور الرئيسي في البطولة زي ما كلكم تابعتوا النهاردة، اللي في التنس واللي مالوش في التنس تابع مين النهاردة ميار بقى اسمها يعني متصدر أفتكر برضو الترند النهاردة. النهاردة يعني لقبت بالفتاة الذهبية، واللقب ده الحقيقة بيمنحه ليها الشعب المصري بعد الإنجازات اللي حققتها في رياضة التنس تحديدا. ميار النهاردة بتنتزع إشادة من نجوم الرياضة المصرية بعد الإنجاز اللي حققته في بطولة رولان جاروس زي ما قلنا، وبلغها الدور الرئيسي كأول لاعبة مصرية بتخوض مباراة مشرفة النهاردة قدام كارولين بليسكوفا المصنفة، دي مصنفة طبعا الرابع عالميا، والنهاردة بتخسر بتودع البطولة بشرف. وأشرف صبحي وزير الرياضة المصري بيصدر بيان رسمي بيوجه ليها التهنئة، وده بعد الإنجاز التاريخي اللي حققته أدائها المميز قدام كارولين زي ما قلنا. خرجت صحيح من المنافسة، لكن خلونا نروح دلوقتي نشوف تقرير عن النجمة اللامعة العالمية دي المتألقة ميار شريف، ونرجع تاني. بأداء ولا أروع نالت به إشادة العالم، ودعت ميار شريف نجمة النادي الأهلي بطولة رولان جاروس للتنس من الباب الكبير في ظل تقديمها مباراة ماراثونية أمام المصنفة الرابعة كارولينا بليشكوفا، والتي خسرت منها بنتيجة 2-1 في الدور الرئيسي بالبطولة، بالرغم من تقدمها بالمجموعة الأولى قبل أن تتعادل منافستها في المجموعة الثانية وتخطف اللقاء. ونجحت ميار شريف في خطف أنظار المصريين وعلى رأسهم النجم العالمي محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، والذي حرص على دعم اللاعبة خاصة بعدما فازت بالمجموعة الأولى في اللقاء، حيث نشر مقطع من اللقاء وصورة للاعبة عبر صفحته الشخصية على إنستغرام لدعمها. كما حجزت ميار مقعدا بالدور الرئيسي بالبطولة بفوزها على الإيطالية جوليانو جاتو في الدور النهائي للتصفيات بمجموعتين نظيفتين. وفازت البطلة المصرية الأهلوية ميار شريف بمباراة الدور التمهيدي ببطولة رولان جاروس، حيث تغلبت على الكولومبية ماريا أوسوريو بنتيجة 4-6-6-0، حيث لم يسبقها أي لاعبة مصرية في تحقيق هذا الإنجاز. ثم حققت الفوز الثانية في الدور التمهيدي على الأمريكية كاتي ماكانالي في ثاني مبارياتها بالدور التمهيدي، لتتمكن من الفوز بآخر مباراة في الدور التمهيدي أمام الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالميا بنتيجة 2-0-6-1-6-3 في الدور الأخير من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس. السعي نحو تحقيق مزيد من النجاحات المبهرة هو الهدف الأساسي والرئيسي لميار شريف خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولي للعبة التنس، من أجل التقدم في التصنيف العالمي للعبة لتكون ضمن أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم، خاصة أنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها في حصد المزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات. وقبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا كانت قد وصلت إلى رقم 151 على مستوى العالم.